معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري. أمينة، إعلان كبير تناقله يعني كثير وسائل الإعلام، كثير من علامات استفهام أيضا حول مقتل أيمن الظواهري، لكن كيف تبدو الأصداء إلى الآن؟ أيضا كيف تلقي بظلالها على علاقات واشنطن بالجانب الرسمي الطالباني في أفغانستان؟ نعم ماجد، عملية كبيرة ويمكن القول بأنها عملية رد الاعتبار لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عملية الانسحاب التي تم الإجماع عليها هنا على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية بين مختلف الفرقاء بأنها كانت فاشلة، أولا لرمزية وثقل شخصية كأيمن الظواهري، هو كان ثاني رقم في تنظيم القاعدة بعد أسامة بن لادن، كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من الأمريكيين، بالتالي هذه العملية لها أصداء هنا واسعة بين الأمريكيين، وكثيرون بدأوا يقولون بأن جاءت في الوقت المناسب لربما أولا لتعيد كما قلت الاعتبار لجو بايدن بعد عملية الانسحاب من أفغانستان، ثانيا توالي الضربات الداخلية الاقتصادية بشكل أساسي على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والآن نحن على أعتاب انتخابات التجديد النصفي بالنسبة للكونغرس، بالتالي هذه الضربة وهذه العملية ستفيد نوعا ما الديمقراطيين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. طبعا كما كنا قد استمعنا واستمعت شخصيا إلى إيجاز من مسؤولة رفيعة المستوى في البيت الأبيض وهي تعطي التفاصيل الدقيقة التي لربما لم تأتي على رسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هذه العملية، وكان من الواضح أنه لم يكن هناك تنسيق إلا مع عدد محدود جدا من القيادات حتى هنا في الداخل الأمريكي، قالت بصريح العبارة كلما كان عدد من يعلمون بهذه العملية أقل كلما أدت إلى نجاحها، وهذا ما حدث. تم سؤالها إن كان تم إعلام حركة طالبان بخصوص هذه العملية على الأقل اللي التنسيق حتى لا يكون هناك نوع من الأضرار الجانبية أو سقوط ضحايا مدنيين، خاصة وأن المنزل التي أو الذي استهدفته هذه العملية كان وسط العاصمة كابول، وقالت بطبيعة الحال لم يتم إعلام حركة طالبان، خاصة وأن حركة حقاني وكبار قيادات طالبان وحقاني كانوا يعلمون بوجود أيمن الظواهري في كابول وتم التستر على ذلك، وبالتالي جمع معلومات منذ أبريل الماضي وحتى تنفيذ هذه العملية في 30 يوليو من أجل استهداف الظواهري دون إسقاط أي ضحايا آخرين، وهذا أيضا استفادة من الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بعدما كانت قد قصفت أحد المناطق في أفغانستان إبان عملية الانسحاب استهدافا لعدد من الإرهابيين وسقط على إثر ذلك ضحايا مدنيين، بالتالي كان يراد أن تكون هذه العملية كما وصفت هنا على لسان بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن تكون عملية نظيفة ودون خسائر يمكن أن تلام عليها الإدارة الأمريكية. من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري، شكرا لك يا أمينة.